الصباح الرحيم على كنز عظيم كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس. ذكر عظيم لو أنك قلته حين يؤذن، حين تسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يغفر لك ما تقدم من ذنبك متأخر. روى أبو عوانة الأصفرياني، أبو عوانة الأصفرياني من كبار علماء الحديث الثابتين المعتبرين لدى العلماء، وثقه الحاكم وغيره من علماء الحديث. روى في مستخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص أن قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في رواية في صحيح مسلم غفر له ذنبه، إن في الرواية دي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتعجب الراوي السامع أحد الذين يسمعون الحديث، فقال له يا سعد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال له نعم، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى إذن رضيت بالله ربا، يبقى لما تسمع المؤذن ما تفوتش الفرصة. أنا كنت قلت لحضرتك قبل كده، الإنسان لو قال الحمد لله بعد أي أكل، بعد أي شرب، بعد أي حاجة، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أو الحمد لله الذي أسقاني هذا الشراب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، في كل أكلة، في كل شربة، في كل لقمة، غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قلت لكم ما تضيعوش الفرصة العظيمة دي، ما تستكفيش، فبرضه ما تضيعش الفرصة العظيمة دي، إحنا كلنا ذنوب. فده الصحابة كانوا يغبطون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ده ربنا بيقول لك مش هغفر لك كل الذنوب اللي أنت عملتها قبل كده، بس لا، ده أنت لسه ما عملتهاش، يعني ضمنت الجنة خلاص. هو ربنا لو غفر لك الذنوب وأثر رجعي، الذنوب اللي أنت لسه ما عملتهاش من قبل ما تعملها، يبقى خلاص، ده يبقى إيه أكتر من كده؟ غفر لك، يعني مش ربنا بيقول سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان الصحابة يقولون نحن أين نحن من رسول الله؟ غفر له ما يتقدم من ذنبه وما تأخر. فذكر عظيم زي ده، طبعا رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد، لها مراتب كثيرة كثيرة أخرى وأنت تكلمت عنها كثيرة، لكن لما تقوله مع الأذان ويغفر لك ما يتقدم من ذنبك وما تأخر، ده شيء عظيم جدا. فيا ريت كل واحد سامعني دلوقتي ما تفوتش الفرصة، وما تسمع المؤذن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، قل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، بنية مع استحضار نية أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ف هكتب لكم الحديث، فياريت نشره هذا الكلام، لأن نشر هذا الكلام فيه ثواب عظيم، ومن علم علما فإنه أجر من عمل به إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.